Vous êtes les bienvenus à notre chaîne PDC français. اهلا وسهلا بيكم في رابع حلقه من حلقات كورس تعلم اللغه الفرنسيه على قناتنا PDC français. واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها كلها موجوده في القناه بتاعتنا. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وعشان نقدر نستمر معاكم. النهارده هنتعلم حاجه مهمه جدا، هما les jours de la semaine. les jours de la semaine. les jours de la semaine هي ايام الاسبوع، تمام؟ كلمه جور هي ايام وسمين هو الاسبوع، يبقى لي ده الارتيكل ديفيني، جور 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 الفونيتيك او و او ما ننساهوش او، تمام؟ والاس اللي ما بتتنطقش عشان ده بلوريال. ودو لا دو لا سمين semaine les jours de la 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 semaine اللي هما ايام الاسبوع. نخلي بالنا من حاجه مهمه جدا، en france يعني في فرنسا les jours de la semaine ايام الاسبوع commence بتبدا le lundi. le lundi ده اللي هو يوم الاثنين، تمام؟ يبقى ايام الاسبوع في فرنسا بتبدا يوم الاثنين. هما الويك اند عندهم مختلف عن عندنا، الويك اند عندهم السبت والحد ويوم الاثنين ده بدايه الاسبوع عندهم. يبقى en france les jours de la semaine commencent le lundi. en france les jours de la semaine commencent le lundi. يعني ايه تاني الكلام ده؟ يعني في فرنسا ايام الاسبوع بتبدا يوم الاثنين. هما دول les jours de la semaine اللي هما lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. وهناخدهم واحدة واحدة بالتفصيل دلوقتي. في حاجة كمان احنا زودناها، ان احنا مع كل جور دو لا سيمين مع كل يوم من الايام هناخد جمله فيها فيرب مهم. يبقى كده احنا النهارده كمان مع لجور دو لا سيمين هنتعلم سبع فيربات مهمين، سبع افعال كمان مهمين. نركز مع بعض ونبتدي نحضر الورقه والقلم بتوع كل مره علشان نبتدي نسجل الكلام ده. لندي 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 ده اللي هو يوم الاثنين. ماري جو او تنس. حاجه من الحاجات المهمه قوي برضو، الولاد الصغيرين ساعات مش بيبقوا عارفين اسامي الولاد والبنات بالفرنسي، يعني ساعات بيقابلني كتير قوي كومبريهنشن مثلا في الكلاس او اي حاجه، والولاد تيجي تقول لي هي معنى الكلمه دي ايه، وهي ما تطلعش كلمه، هو يطلع اسم حد، تمام؟ فبرضو في سبع كلمات او سبع سوري بقى سبع اسامي فرنسي هنا هنبقى عارفينهم بتوع ولاد وبنات. خلاص انا عندي ماري 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 ده اسم بنوته. ماري جو او تنس. اول فيرب عندنا هنا من الفيربات المهمه هو جو، وجو ده يعني فيرب تو بلاي او فيرب يلعب. ماري جو او تنس يعني ماري بتلعب ايه؟ تنس. يبقى تاني لندي 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 ماري جو او تنس. ماري جو او تنس. ماري جو او تنس. تمام. انا عندي هنا الفونيتيك او و او اللي بنطق او، والا والاو اللي بتنطق او، وتنس. يبقى لندي ماري جو او تنس. نيجي نشوف اليوم اللي بعديها. ماردي 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 ده اللي هو يوم الثلاث. ماردي مارك ريجارد لا تيليفزيون. مارك ريجارد لا تيليفزيون. ومارك ده اسم من اسامي الولاد وبيتكتب بالسي مش بالكا زي في الانجليش. يبقى مارك ريجارد. ريجارد ده ليه ثلاث معاني اللي هي تو سي او تو لوك او تو واتش، تمام؟ يشاهد او يشوف لا تيليفزيون. يبقى مارك ريجارد لا تيليفزيون. مارك ريجارد لا تيليفزيون. ما ننساش برضو هنا الاو اكسون ايجو اللي بنطق اي، تمام؟ والاس اللي ما بين الاي والاي واللي هم حرفين فوايل اللي اتنطقت زد، والاو والان اللي اتنطقت اون. يبقى ماردي ماردي
مارك ريغارد لا تيليفزيون. مردي مارك ريغارد لا تيليفزيون. مارك ريغارد لا تيليفزيون. نيجي لليوم اللي بعد كده، ميركردي 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 ميركردي، ده اللي هو يوم الأربعاء. ميركردي ده اللي هو يوم الأربعاء. بولين اتودي لي لوسون. بولين ده اسم بنت. بولين بولين اتودي يعني verb to study أو تذاكر، لي لوسون دي اللي هي الليسنز بتاعتها دروسها. يبقى ميركردي بولين اتودي لي لوسون. بولين اتودي لي لوسون. بولين اتودي لي لوسون. تاني ميركردي 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 بولين اتودي لي لوسون. طبعا عندي هنا الا والاو اللي هما او، تمام، والاو اكسنت ايجو في اتودي، وعندي كمان السي سيديل اللي هي السي اللي بحط لها سيديل عشان وراها فوايل، وعندي الاو والان اللي هي اون. يبقى ميركردي بولين اتودي لي لوسون. ميركردي بولين اتودي لي لوسون. بعد كده على طول عندي جودي. جودي ده اللي هو الخميس. جودي جان مانج ان ساندويتش. جان مش جين او جان. جان جان ده اسم ولد. مانج مانج اللي هو verb to eat اللي هو ياكل. ان ساندويتش. جودي جان مانج ان ساندويتش. جان مانج ان ساندويتش يعني جان بياكل ساندويتش. جودي جودي جان مانج ان ساندويتش. جودي جان مانج ان ساندويتش. نيجي بعد كده الفاندردي. فاندردي فاندردي ده اللي هو يوم الجمعة. أليس أليس بوا دو جو. أليس بوا دو جو. عندي أليس ده اسم بنوتة، تمام، وبوا اللي هو verb to drink اللي هو يشرب، ودو جو اللي هو الايه العصير الجوس، تمام. هنا عندي الفونيتيك الاو والاي اللي هما بيتنطقوا وا. يبقى فاندردي 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 أليس بوا دو جو. أليس بوا دو جو. فاندردي أليس بوا دو جو. فاندردي أليس بوا دو جو. نيجي اليوم اللي بعده اللي هو سامدي. سامدي سامدي. ولو اخدتوا بالكم من حاجه، انا نقلت على طول من بعد الام على الان على الدي، من بعد الام على الدي على طول، وكأن ما فيش او هنا. سامدي سامدي ده اللي هو يوم السبت. نيكولا دور مش نيكولاس. نيكولا نيكولا ده اسم ولد. نيكولا دور يعني بينام سليب. يبقى سامدي نيكولا دور. سامدي نيكولا دور. سامدي نيكولا دور. ديمانش ديمانش ده اللي هو يوم الحد. ديمانش 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 ديمانش. لا فامي فا او زو. فامي اللي هي العيله. فا اللي هو verb to go او يذهب. او زو للايه لحديقه الحيوان. يبقى لا فامي فا او زو. لا فامي فا او زو. يبقى ديمانش ديمانش لا فامي فا او زو. لا فامي فا او زو. Dimanche, dimanche, la famille va au zoo. Dimanche, la famille va au zoo. تاني بقى من الأول خالص. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. دول هما days of the week أو أيام الأسبوع. Lundi, lundi, lundi. ده اللي هو Monday. Mardi, mardi. مردي ده اللي هو تيوزداي. ميركردي 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 ده اللي هو وينزداي. جودي 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 ده اللي هو ثيرزداي. فاندردي 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 ده اللي هو فرايداي. سامدي
samedi, samedi, ده اللي هو Saturday. dimanche, 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 ده اللي هو Sunday. يبقى lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. النهاردة كده عندنا دوفوار حاجتين. أول حاجة هي إن احنا نحفظ كويس جدا لجور دو لا سيمين، أيام الأسبوع، نعرف إن هي بادئة من يوم الاثنين، نحاول نخمن مع بعض كل يوم إيه. والدوفوار التاني هما السبع فربات اللي احنا أخدناهم، نبقى عارفين معانيهم كويس هي إيه. وبكده يبقى احنا خلصنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله بعد العيد على اول شهر 8 هنبتدي نشرح المناهج بتاعت اعدادي وثانوي. ياريت ما تنسوش تشاركوا معانا، واي حد عنده ولاد في المراحل دي ياريت ما ينساش يشارك معانا. اشوفكوا الحلقة الجاية. أورفوار.